والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. كل ما أقوله عن الكتاب هو كتاب في موضوع الأنساب، وقد قال سيد الوجود صلى الله عليه وسلم في علم الأنساب: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحمكم. ثم قال فيه سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله عنه: إن لم تكن لنا دراية بعلم الأنساب فكيف نحسن إلى الأنصار. والكتاب يحتوي على 3 فصول. الفصل الأول: نشأة أنفا وجدلية المؤرخين حول تأسيسها ووجهة نظر المؤلف حسب البحث الدقيق حول الدولة التي قامت بتأسيسها. والفصل الثاني: التطور والامتداد، الذي ذكرنا فيه يعني المرابطون، ذكرنا فيه المرابطين والموحدين والمرينيين. وقد نالت مدينة أنفا التي قال فيها مولاي عبد العزيز بن عبد الله الأكاديمي، قال: أنفا عاصمة المغرب اقتصادية منذ 1000 سنة. ولما حكمها المرينيون وفي عهد أبو الحسن المريني لقيت قمة في الحضارة وفي العلم، وكانوا بعض الأساتذة يدرسون في مدن عتيقة أخرى علما وثقافة، وكان يدرس فيها إذا أردنا أن نعطي مثالا، استقطبت في عهد المرينيين الأستاذ ابن الرقاص الملاقي، وصار يدرس في مدينة أنفا القرآن والتفسير والموطأ لابن مالك والمختصر لابن الحاجب والرسالة القيروانية والكراسي للجازولي وغيرها، ونال صدرا وعزا وكرامة في مدينة أنفا ابن الرقاص. ثم الفصل الثالث: تطرقنا في الكتاب للمجال، عنوانه المجال والأنساب، وربطنا في الكتاب، وهذا مهم، ربطنا في الكتاب بين المجال والأنساب، أن كما بينا العلاقة الرحم التي تجمع بين الأسر البيضاوية لاستخراجها لكي تصل، لكي لا يموت الرحم، كذلك ربطنا على ممتلكات هذه الأسر المتمثلة في الشوارع الضلبيضة وأزقتها ودروبها وحوماتها ومناطقها. المثال مثلاً باش نعطيو المثال للحصر، تنبين واش تيجي شارع عبد المؤمن لشارع يوسف التاشفين البالمي يعني حي النخيل ودرب غلف وسيدي عثمان وزنقة الأمير مولاي عبد الله وبوعزة، ودار بوعزة لأن بوعزة هو هراوي بيضاوي وجد واحد عدد الأسر بيضاوية. فهذا كمثال، وهذا قيس على هذا عدد آخر من العائلات التي تجمع ما بين يجمعها الرحيم كما يجمع الرحيم بينها كما يجمع بين ممتلكاتها. وثم تكلمنا في الكتاب على العادات والتقاليد البيضاوية التي لم يتطرق إليها الباحثون، على سبيل المثال
العرس البيضاوي الأصيل تكلم عليه الكثير من الناس، ولكن لا أحد تكلم على العرس البيضاوي الأصيل. معناها أشنية ما هي دار إسلام، إسلام بالنون، ما هي دار إسلام، ما هي التعرقيبة، ماذا تعني التعرقيبة، ماذا تعني يعني ماذا تعني يعني العمارية. نحن نعرف أن العمارية يقول الناس العروس تدور في الدار ديال باها، تدور في الدار البيضاء زمن القديم، ولن ندرك نحن هذا لأن طاعنا في القدم كان من حد والدينا هم اللي أدركوا هذه الطقوس هذه. فكانت هي هذه كانت تجوب العمارية، كانت تجوب شوارع، تجوب أزقة المدينة القديمة، حيث ما نتكلم عليه هو داخل السور. ومع ذلك يعني الطبخ البيضاوي الأصيل لم يتكلم عليه الباحثون، هو في الكتاب وعدد من الأمور. هذا هو كل ما أقوله باختصار، ولا تتقل للدارة في الكتاب.